حول هذا الموضوع معنا في استديو الأخبار السيدة نولة جمشير، الرئيسة التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات. أرحب بك أستاذة. طبعا في البداية نتكلم عن يعني بأن اللؤلؤ البحريني يعرف بأنه سمة من السمات التاريخية والمرتبطة بالعلاقات البحرينية والبريطانية، تفضلي. طبعا الحلق اللي شفناه لابسته الأميرة كاثرين أميرة ويلز، قصة الحلق إن اللولو لما تزوجت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أهدى الأمير الراحل سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين آنذاك 7 لولوات إلى الملكة بمناسبة زواجها، والأميرة صنعت لولوتين من هاللولوات كحلق اللي استمرت في ارتدائهم على مر السنين. فلبست الحلق في بعض الصور الرسمية والمناسبات الرسمية، أيضا أعارت الحلق إلى الأميرة كاثرين أميرة ويلز في عدة مناسبات. فإحنا الكل يعرف إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كان اللولو أو اللولو البحريني أيضا على وجه التحديد من أحب الأحجار الكريمة لها. نعم. وهاي العلاقة بين اللولو وبين العائلة البريطانية علاقة قديمة تبدأ من قبل حتى الملكة إليزابيث. يعني الجدير بالذكر أن سبب زيارة جاك كارتير في الرحلة الشهيرة في مطلع 1917 إلى البحرين، كان لأنه كان حاضر حفل تتويج الملك جورج في الهند، ولهذا السبب سافر أو حضر البحرين عشان يتمكن من شراء اللولو من المصدر الرئيسي. طبعا في ذاك الوقت كانوا بعض التجار في الهند هم اللي يمتلكون حصص اللولو، واللي اكتشفوه في ذاك الوقت أيضا كارتير كان 80% من القطع المجوهرات اللي صنعونها متكونة من اللولو. نعم. ولهاي السبب حبوا أن يشترون اللولو من المصدر الأساسي اللي من التجار. ولهاي السبب طبعا حضر جاك كارتير إلى البحرين والتقى مع تجار اللولو آنذاك. نعم، يعني نتحدث عن يعني هناك المتتبع يعني للعلاقة الوثيقة التي تربط الملكة الراحلة إليزابيث الثانية واللؤلؤ البحريني، نجد بأن هناك حب وشغف لارتدائها اللؤلؤ البحريني، ما سبب ذلك؟ أسباب عديدة. يعني في مقالة من المقالات قالت أن سبب حبها أو شغفها باللؤلؤ البحريني لأن كل مرة تلبسه طبعا ما يتغير وما زال محتفظ ببريقه وجودته، ولهذا السبب أن تشوف أنه من أجود الأنواع. السبب الآخر أيضا اللي قرأت حديثا أن سبب عشقها للؤلؤ على وجه التحديد أن اللؤلؤ حجر مناسب في للمناسبات الصباحية والمسائية أيضا. نعم. فلهاي السبب شاف يعني الملكة إليزابيث كانت تحب تقتني أو ترتدي اللؤلؤ في كل يعني في كل وقت، لأن الحجر الكريم المناسب لكل الفعاليات. نعم. إذا السيدة نولة جمشير رئيسة التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار دانات، شكرا جزيلا لك. شكرا.